إن العراق وسوريا ولبنان جديرون بالاحتفال بالنصر الكبير على داعش التي لن يكون لها أي موقع في أراضيهم التي ارتوت بدماء الشهداء من الجيش والمقاومة والحشد الشعبي، وعلى أبناء العراق وسوريا ولبنان أن يحافظوا على هذا النصر من خلال التنسيق والتكامل والتناغم الذي يبنى بالثقة المتبادلة وحسن الظن واحترام الموقف والقرار.